انتصف نهار فلسطين، وبرغم من الأجواء الباردة لكن حرارة ما جرى في مكاتبنا في غزة كان أكثر إصرارا على مواصلة المسير، والذي انعكس بمختلف المحافظات عبر وقفات تندد بسياسة تبادل الأدوار التي تستخدمها حركة حماس. إنها الحيلة الأقدم عندما تعجز عن إسكات الحقيقة شوه. لا أستطيع منافستك فأزيحك. أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى جولة جديدة لبرنامج مراسلون في الميدان، والذي نأخذكم فيه لمعرفة آخر التطورات والأحداث ومواكبة ما يجري في مختلف المحافظات. نتحول مباشرة إلى مراسلين في الميدان الذين انضموا إلينا، دنا أبو شمسية من العاصمة المحتلة، وكذلك أمير شاهين من طوباس، أحمد نزال من جنين، وزين عبد الصمد من لبنان. البداية معك دنا أبو شمسية، يعني مدينة القدس دائما كما عهدنا بلدية الاحتلال، يعني وكعادتها تقف كشرطي للمقدسيين هذه المرة، يعني وكما سمعنا بالحديث عما يدور لدى عضو بلدية الاحتلال بأنه ينوي يطالب عفوا بهدم سور المدينة المقدسة، وذلك يعني في تحدي واضح لهذا الإرث التاريخي والحضاري في العاصمة المحتلة. المشهد لديك دانا. نبدأ من حيث بدأت، أي حيث نتواجد الآن في منطقة باب العمود، وهذا سور البلدة القديمة الواقع خلفنا، والذي قرر أو من المتوقع أن يتم طرح هذا المقترح الذي كان قد اقترحه نائب رئيس بلدية الاحتلال في القدس أري كينغ، الذي طالب بهدم سور البلدة القديمة بحجة أنه يقطع أوصال المدينة بعضها عن آخر، وهي الحديث هنا عن البلدة القديمة داخل هذا السور وما يقع خارج هذا السور، ووضح أن هذا لا يعتبر اعتداء ديني أو حضاري على معالم المدينة التاريخية القائمة بقيام هذه العاصمة الأبدية. في دورها دائرة الأوقاف استنكرت هذا الفعل وقالت أن هذا وقف يعني من الخطر ومن الممنوع أن يتم المساس به، وهو جزء كبير من خطة تهويدية لربما تتواصل مع الخطط الاستيطانية الأخرى التي تنوي حكومة الاحتلال تشريعها وسنها في بداية هذا العام، وامتدادا للخطط الاستيطانية التي كانت قد بدأت بها. هنا نتحدث عن القطار الهوائي الذي يقطع أوصال المدينة ويمر فوق العاصمة ويغير معالمها ومشهدها، خاصة للسياح القادمين إلى المدينة لإطفاء طابع يهودي لا يشبه هذه المدينة. ونحن في صدد إعداد تقرير عن هذا الموضوع وهذه المطالبة التي تمس بحجر الأساس في العاصمة المحتلة. إجراءات الاحتلال لم تنتهي هنا، ولربما هذا التصريح كان عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحته الشخصية التي لاقت تأييدا واسعا من قبل المستوطنين المتطرفين وأعضاء من الكنيسة الآخرين. نتحدث أيضا عن إجراءات الاحتلال التعسفية في العاصمة والتي باتت كمسلسل يومي، ونتحدث عن اعتداءات، مداهمات واعتقالات كان آخرها بحق بلدة سلوان الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك، واعتداء على حي عين اللوزة وبئر أيوب وعدة مناطق وأحياء في بلدة سلوان، وإطلاق وابلا من القنابل الصوتية تجاه المواطنين هناك. نعم. كما كان هنالك اعتقال لشاب من عائلة الرجبي واعتقال آخر بحق قاصر من بلدة سلوان، رافقها اعتقال مواطن آخر وشاب آخر في منطقة حي المصرارة القريبة أيضا حيث نتواجد الآن، بحجة حيازته سكين ونيته تنفيذ عملية طعن. في طبيعة الحال كان هنالك قوات شرطية معززة وحولت العاصمة إلى ثكنة عسكرية. هذا الاعتداء طال تلفزيون فلسطين ومصور تلفزيون فلسطين بحق الإبعاد عن قرية الخان الأحمر 5 أيام أمس بعد مخالفته بغرامة مالية للمصور علي ياسين بقيمة ما يزيد عن 1200 شيكل، وعلى ذلك قامت قوات الاحتلال باقتياده إلى مراكز التحقيق وإبعاده عن منطقة الخان الأحمر في محاولة منها لإسكات صوت الحقيقة وحجب صوتنا أيضا ضمن سلسلة الاعتداءات والحروب. نعم. المسنة على المواطنين هنا. نعم، أشكرك دانا أبو شمسية، حدثنا من العاصمة المحتلة ومن الاستهداف الذي يطال دوما الحجر والبشر هناك. نتحول إلى مدينة صيدا اللبنانية مع مراسلتنا من هناك زينة عبد الصمد، وأنت متواجدة في مدينة صيدا. زينة، يعني إحياء لذكرى 54 لانطلاقة الثورة الفلسطينية، ضعينا في صورة هذه الأجواء زينة. نعم،
أهلا بكم. فلسطين وحركة فتح نادت، وأبناء فلسطين والفتحويون في مخيمات لبنان الذين ما بدلوا تبديل لبوا النداء إلى هذا المهرجان المركزي الحاشد في الواقع. أجواء عاصفة طبيعية في الخارج، أما في الداخل فأجواء العاصفة الفتحوية للآلاف كما قلنا من أبناء شعبنا الذين يشاركون في هذا المهرجان المركزي الذي تنظمه حركة فتح ومنظمة التحرير. يشارك فيه عدد كبير من الفصائل والقوى الفلسطينية واللبنانية بالإضافة إلى جماهير غفيرة من أبناء شعبنا الذين أتوا من مختلف المخيمات والتجمعات متحدين العوامل الطبيعية ليؤكدوا أن مخيمات الشتات هي ليست كما مهمشا بل جزءا من التركيبة والمعادلة الوطنية. صوته هو رفع لواء الحق دعما لسيادة الرئيس محمود عباس، دعما وإسنادا لحركة فتح. معنا للحديث أكثر في هذا الملف الأخ محمود سعيد مسؤول العلاقات السياسية لحركة فتح في لبنان. صباح الخير، صباح الوطن والعاصفة. صباح الفتح والعاصفة وديمومة الثورة، صباح المارد الفتحاوي. إننا اليوم نعيش العرس الفتحاوي، عرس فلسطين، عرس الانطلاق 54 لحركة فتح. ها هم أبناء فتح وأبناء الشعب الفلسطيني بالألاف مثل ما قلتي، تحدوا العواصف وتحدوا العوامل الطبيعية وأتوا متوافدين من جميع مخيمات لبنان، أتوا ليقولوا لفتح، أتوا ليقولوا لسيادة الرئيس أبو مازن، أتوا ليقولوا لكل أبناء حركة فتح وقياداتها أننا نحن الأوفياء لهذه الحركة، نحن الثابتون على مبادئ حركة فتح ومبادئ الشهيد الرمزي ياسر عرفات، مبادئ التي يحافظ عليها الأمين المؤتمن سيادة الرئيس أبو مازن. نحن اليوم نعيش هذه الأجواء التي رأيتموها في الداخل وفي الخارج، ها هي الآلاف المؤلفة تقف تحت الشتاء وبالبرد القارس، رغم ذلك أتوا ليقولوا نحن هنا، نحن فتحاويون ولن نبدل تبديلا ونحن سنبقى أوفياء لفتح، فتح التي أطلقت الرصاصة الأولى، فتح الشهيد الأول، فتح الانتفاضة الأولى، فتح كل القرارات التي حققتها في الأمم المتحدة، فتح هي الإنجازات العظيمة، فتح التي قالت ولا زالت نحن على ثوابتنا وسنبقى على ثوابتنا. السيد الرئيس أبو مازن الذي قال لترامب لا، وقال لكل الإدارات الأمريكية لن نقبل أقل من الثوابت الفلسطينية التي استشهد دونها السيد الرئيس الشهيد الرمز ياسر عرفات. نحن سنبقى أوفياء وهذه الجماهير ستبقى وفية. لبنان الوطن الذي دفع أثمانا باهظة في سبيل الثورة الفلسطينية وعلى طريق تحرير فلسطين أيضا مشارك وبشكل كثيف بشكل رسمي وبشكل جماهيري وبشكل حزبي معنا كحركة فتح في هذا العرس الفتحاوي العظيم. أستاذنا الكريم، أيضا يصادف يوم الشهيد، إحياء ليوم الشهيد يقام أيضا هذا المهرجان، ماذا تقولون في المناسبة من مخيمات لبنان التي قدمت مخيرة الشهداء على درب فلسطين وعلى درب العودة وفي مقدمهم سيد الشهداء القائد الرمزي ياسر عرفات؟ نعم، غدا في 7 من كانون الثاني سيصادف يوم الشهيد الفلسطيني. هذا الشهيد أو العديد من الشهداء وعلى رأس ما كما تفضلت سيادة الرئيس الشهيد الرمز ياسر عرفات سيد الشهداء وأمير الشهداء الشهيد أبو جهاد الوزير وكل الشهداء أبو علي إياد وأبو إياد والكمالين وأبو يوسف النجار، والقافلة تطول وتطول وتطول. ولكننا نقول لهؤلاء الشهداء ناموا قريرين العين يا إخوتنا، ناموا ولا تحزنوا، فإن فتح باقية، فتح مستمرة وهذه الثورة ستستمر حتى النصر بإذن الله. إن يوم الشهيد هذا المهرجان هو احتفالا بذكرى الانطلاق 54 وإحياء لذكرى يوم الشهيد الفلسطيني. نحن نقول للشهداء اللبنانيين والفلسطينيين، لأنه كما قلنا أن لبنان دفع أثمانا باهظة من خيرة أبناء شعبي شهداء على طريق فلسطين، أيضا نقول لإخوتنا اللبنانيين نحن على العهد معكم وسنستمر في نضالنا حتى تحرير فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس الشريف. شاء من شاء وأبى من أبى، واللي مش عاجبه يشرب من البحر الميت ومن بحر غزة أيضا. الأخ محمود سعيد مسؤول العلاقات السياسية لحركة فتح بلبنان، شكرا لكم، يعطيكم العافية. يعطيكم العافية، كل عام وأنتم بخير، كل عام وكل شعبنا بخير، وتحية لكل شعبنا بفلسطين اللي قابضين على الجمر وخاصة في الخان الأحمر وفي قطاع غزة وفي القدس المحتلة وفي المسجد الأقصى وكل أنحاء فلسطين. تحية، ألف تحية لهم من قلوبنا من لبنان، وسنبقى على العهد معكم أيها الإخوة. شكرا لك. ثورة حتى النصر.
بإذن الله. هذا هو صوت الوفاء، هذا هو صوت الانتماء لفلسطين. كنا معكم من مدينة صيدا في لبنان، عودة إلى رام الله. نعم، أشكرك زينة عبد الصمد. ومن فعاليات ثورة أول الرصاص وأول الحجارة من مدينة صيدا اللبنانية نتحول إلى طوباس، ومراسلنا من هناك أمير شاهين. أمير، محاولات يائسة لإسكات هذا الصوت الوطني الحر، اليوم لديكم بالمحافظة وقفات تضامنية مع ما جرى في مكاتبنا في المحافظات الجنوبية، ضعنا في صورة ما يجري لديك. نعم، يعني الفعاليات الاحتجاجية ضد ما تعرض له مقر الهيئة العامة والإذاعة والتلفزيون في قطاع غزة من اعتداء أثيم، اعتداء جبان من ثلة من الخارجين عن القانون من قبل عصابات إجرامية قاموا بتكسير الكاميرات والمعدات وأجهزة البث في مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في قطاع غزة. هذه الفعاليات الاحتجاجية ما زالت مستمرة في كل محافظات الوطن، استنكروا وشجبوا هذا العمل الجبان. اليوم هنا في محافظة طوباس قامت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح إقليم طوباس وبمشاركة فصائل العمل الوطني والمؤسسات الرسمية والشعبية بتنظيم أمام مقر أو مكتب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في محافظة طوباس فعالية احتجاجية ضد ما جرى لمكتب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في قطاع غزة. لمزيد من التفاصيل معي هنا أمين سر إقليم حركة فتح في طوباس محمود صوافطة، مرحبا بك عبر برنامج مراسلون. يعني اعتداء جبان على مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في قطاع غزة، والأبشع من الجريمة بيان حركة حماس ومحاولتها التهرب من هذا الفعل. أولا، تلفزيون فلسطين هو ليس لحزب أو فصيل، هو تلفزيون لكل الشعب الفلسطيني، ينقل القضية الوطنية الفلسطينية إلى كل العالم، إلى كل المحافل الدولية من أجل فضح الجرائم اليومية للاحتلال بحق شعبنا. هذا نفسه التلفزيون هو يمثل الشعب الفلسطيني ورمز من رموز السيادة الوطنية الفلسطينية. أيضا هذا نفسه التلفزيون الذي يدافع عن كل شعبنا بدون استثناء، وبالأمس كان يدافع عن حركة حماس عندما كان العالم يعمل من أجل إدراجها في قائمة المنظمات الإرهابية، لكن هذا التلفزيون وضمن توجيهات القيادة السياسية الفلسطينية من خلال المشرف العام للتلفزيون أخونا أحمد عساف، أخونا المناضل أحمد عساف، ومن خلال توجيهات سيادة الرئيس، هذا التلفزيون كان جنبا إلى جنب ضده، كان جنبا إلى جنب من أجل إفشال المؤامرة الإسرائيلية التي يشترك فيها أيضا دول من دول العالم بإدراج حركة حماس، فكان هذا التلفزيون المدافع الأول عن حركة حماس. بالتالي ما حصل وهو تتحمل مسؤوليته أولا وأخيرا هو سياسة الأمر الواقع في غزة، والذي أيضا تتحمل حماس المسؤولية أولا وأخيرا، وقصة السيناريو الذي في كل مرة وفي كل جولة يخرج فيه، فهذا أصبح لا ينطلي على أحد من شعبنا، فهذا السيناريو قديم جديد بتبرير ما حصل. فنحن من هنا نحمل سلطة الأمر الواقع في غزة المسؤولية الكاملة عن كل ما حصل، وأيضا اعتقال مئات من أعضاء وأنصار وقوادر وقيادات الحركة. لن تزيد هذه الحركة إلا قوة وصلابة، هذه الحركة عصية على الانكسار، لا يمكن ولا تحت كل الظروف، كل المعارك التي حصلت لم تهزها، وكل الانشقاقات التي حصلت لن تهز هذه الحركة، ونحن إن شاء الله هذه الحركة ستخرج أقوى مما كانت. محمود صوافط، أمين سر إقليم حركة فتح في طوباس، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل، وشكرا لكم على هذه الوقفة الاحتجاجية والتضامنية مع زملائنا في قطاع غزة. أيضا ليال المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية حملوا حركة حماس مسؤولية ما جرى من اعتداء على مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون في قطاع غزة، وطالبوا باسم كل الفصائل الفلسطينية أن يستمر تلفزيون الوطن الذي يحمل هذه الرسالة الوطنية بالعمل في قطاع غزة وفي كل محافظات الوطن تطبيقا لقرارات
المشرف العام على الإعلام الرسمي. أشكرك أمير أحمد عساف. أشكرك أمير شاهين، حدثنا طبعا من طوباس حول ما يجري أيضا في المحافظة والوقفة التضامنية. نتحول إلى نابلس، ولكن دعوني أرحب بمراسلنا إيهاب الضمير الذي انضم إلينا. بكر إن كنت تسمع. نعم، نتحول إلى جنين مع أحمد نزال. أهلا بك أحمد معنا، لو تضعنا في صورة آخر التطورات والأحداث لديكم في المحافظة. مساء الخير لكم، مساء الخير للسادة المشاهدين. ما زالت تتوالى ردود الأفعال على الجريمة النكراء والبشعة التي تعرضت لها مكاتب هيئتنا العامة للإعلام للإذاعة والتلفزيون فلسطين في مدينة في محافظة محافظات الجنوبية في غزة، حيث ما زالت تتوالى هذه ردود الأفعال هنا في محافظة جنين، حيث شهدت مدينة جنين وتحديدا أمام مقر الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون هنا في المدينة وقف تضامنية نظمتها محافظة جنين والمكتب الحركي للصحفيين وحركة فتح وفصائل العمل الوطني. شهدت هذه المشاركة هنا في جنين، شهدت مشاركة رسمية وأهلية حاشدة، ألقيت العديد من الكلمات خلال هذه الوقفة التي رفع المشاركون فيها اليافطات المعبرة والرافضة لهذه الجريمة، حيث أكدت هذه الكلمات رفضها لهذه الجريمة النكراء والتي يعني ارتكبت على يد آثمة مجرمة بحق هيئتنا الإعلامية في غزة، مطالبة حكومة حماس بالكشف عن الجناة ولمحاسبتهم. أيضا حملت هذه الكلمات وحمل المشاركين في هذه الوقفة حركة حماس وحكومة الأمر الواقع في غزة، حملتهم المسؤولية عن هذه الجريمة وبالتالي طلبوهم بالكشف عن الجناة لمحاسبتهم. المشاركون أكدوا أن دعمهم الكامل للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون فلسطين تحت إشراف السيد الرئيس محمود عباس ومعالي الوزير أحمد عساف. نعم. وبالتالي هذه الوقفات ما زالت تتوالى هنا في جنين وردود الأفعال، كما تلقينا أيضا العديد من الاتصالات من المؤسسات الرسمية والأهلية ومن حتى المواطنين الرافضين والشاجبين لهذه الجريمة والمستنكرين لها والمؤكدين رفضهم لجرائم العصابات في غزة ومؤكدين على أن هذا الصوت يجب أن يستمر صادحا يعني ناقلا لهموم شعبنا إلى العالم. وبالتالي ما زالت هذه الردود مستمرة هنا في محافظة جنين والمستنكرة لهذه الجريمة النكراء بحق هيئتنا الإعلامية في غزة. نعم، أشكرك مراسلنا أحمد نزال من جنين. إذن تتواصل الوقفات التضامنية والمنددة لما جرى في مكاتبنا في المحافظات الجنوبية من اعتداء وأثيم طبعا ومن محاولة لإعدام هذه المعدات. هو ليس إعدام طبعا للإعلام الوطني الحر، ولكن هو يعني محاولة لاستهداف الإعلام برسالته السامية. نتحول إلى نابلس ومراسلنا من هناك بكر عبد الحق. يعني بكر، المشهد لا يختلف كثيرا من طوباس وجنين، ضعنا في صورة الأجواء لديك وأنت متواجد من أمام يعني مكتبنا في مدينة نابلس، مكتب الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون. نعم ليال، تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين. قبل قليل انتهت الوقفة التضامنية التي دعت لها نقابة الصحفيين ومكتب وزارة الإعلام في محافظة نابلس و المكتب الحركي للصحفيين الفلسطينيين. هذه الوقفة التي جرت اليوم هنا أمام مقر الهيئة العامة إذاعة والتلفزيون في محافظة نابلس بمشاركة محافظ نابلس اللواء إبراهيم رمضان ونائب محافظ نابلس وأمين سر حركة فتح وممثلي القوى الوطنية وفعاليات ومؤسسات محافظة نابلس ولجنة التنسيق الفصائلي، بالإضافة إلى صحفيين المحافظة الذين توافدوا هنا إلى مكتب الهيئة في محافظة نابلس للتضامن ولاستنكار هذه الجريمة التي تعرض لها مكتب الهيئة في المحافظات الجنوبية. عديد الكلمات ألقيت في هذه الوقفة التضامنية، جل هذه الكلمات أكدت على استنكار هذه الجريمة النكراء وطالبت من يحكم قطاع غزة بأن يقف أمام مسؤوليات اتجاه هذه الجريمة وأن يقدم مرتكبين هذه الجريمة الشنعاء للقضاء الفلسطيني والمؤسسات السيادية والتنفيذية يعني إقرار العقوبة اللازمة لهم تجاه ما اقترفت أيديهم بحق مبنى الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وهذا الدمار الكبير الذي ألحقته هذه الفئة الضالة بحق المبنى في المحافظات الجنوبية.
لنضيء أكثر حول الرسائل التي أراد المشاركون في هذه الفعالية اليوم إيصالها من خلال هذه الوقفة، وقفة التضامن والإسناد، انضم إلينا المستشار نائل الحوا، حضو نقابة المحامين الفلسطينيين. شكرا لانضمامك إلينا سيدي في هذه النافذة مراسلون الميدان. ما هي الرسالة اليوم التي أردتم أن توصلوها من خلال هذه الوقفة التضامنية أولا، وكيف قرأتم هذا الاعتداء ثانيا؟ أولا تحياتي لجميع زملائك في راديو وتلفزيون فلسطين للدور الوطني الرائد ولهذا التطور الذي حصل في متابعة الحدث الفلسطيني بشكل مباشر وبشكل كذا. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، لماذا تلفزيون فلسطين أو راديو فلسطين؟ مما لا شك فيه أن تلفزيون فلسطين هو أحد رموز الدولة في دولة فلسطين، مثله مثل أي مؤسسة رسمية. وقد دأبت عادات الانقلابيين في تاريخ الانقلابيين في العالم أن يكون المكان الأول لإسكات وللسيطرة على الحكم وتقاليد الحكم في أي دولة هو إسكات التلفزيون والسيطرة عليه. وهذه هي الرسالة التي الأولى التي أقرأها وأقرأ من خلالها تجديد جديد للانقلاب السابق بسياسة تكميم الأفواه وإرسال رسالة لكافة أبناء شعبنا في قطاع غزة أن عليكم الصمت فيما هو قادم. والحدث ليس هو المقصود بحد ذاته، وإنما المقصود من الحدث تكميم الأفواه والسيطرة الفعلية على الجميع وضرب الرأس الأساسية الموجودة والجهة الرسمية الوحيدة التي تمثل السلطة الوطنية الفلسطينية، مشروع الدولة الفلسطينية في قطاع غزة. أشكرك سيد نائل الحواح، عضو نقابة المحامين، على هذه المداخلة وعلى التضامن اليوم والتواجد هنا أمام مقر الهيئة العامة إذاعة والتلفزيون في محافظة نابلس. هذا على صعيد الوقفة التضامنية ليال، ما تشهده اليوم ستشهده اليوم محافظة نابلس من فعاليات. مخيم بلاطة على موعد مع الإفراج عن الأسير درويش نمر الشافعي من مخيم بلاطة شرق نابلس بعد أن قضى محكوميته داخل سجون الاحتلال البالغة 12 عاما. من المتوقع أن يتم الإفراج عن الأسير الشافعي من معبر الظاهرية جنوب الخليل، وهناك سيكون استقبال رسمي للأسير، ومن ثم سينطلق موكب الاستقبال إلى محافظة نابلس حيث سيكون بانتظاره أهله ومحبيه في مخيم بلاطة. هناك سيقام مهرجان مركزي احتفاء بالأسير البطل. الأسير الشافعي هو من عناصر الأمن الوطني، وقد اعتقله الاحتلال قبل 12 عاما بتهمة الانتماء إلى كتائب شهداء الأقصى وممارسة العمل الوطني في محافظة نابلس. هذا كل مدينة اليوم من فعاليات وأحداث في المحافظة. تفضل. نعم، الصورة وصلت بكر عبد الحق مراسلنا من نابلس. نتحول إلى إيهاب الضمير، ولكن قبل ذلك دعوني أرحب بمن انضمت إلينا، مراسلتنا من بيت لحم حياة حمدان. إذن نعود إليك مرة أخرى إيهاب الضمير. إذا الوقفات ما زالت متواصلة طبعا المنددة بحق ما جرى في مكاتبنا في المحافظات الجنوبية من استهداف واضح لحرية الرأي والتعبير وللكلمة والصورة، أيضا رسائل عديدة أراد المشاركون الذين أيضا لطول كرم نصيب منها من هذه الوقفة، لو تحدثنا أكثر عما يجري هناك. نعم، تحية لك ليال وتحية للسادة المشاهدين. بالفعل بدعوة من حركة فتح ومكتبها الحركي للصحفيين إقليم طول كرم، وبدعوة من نقابة الصحفيين، تداعت مؤسسات المحافظة كافة وفي مقدمتهم محافظ طول كرم عصام أبو بكر وكافة ممثلي المؤسسات إلى العمارة التي تواجد فيها مكتب هيئة الإذاعة والتلفزيون في طول كرم، حيث تجمع بالإضافة إلى الصحفيين تجمع ممثلو المؤسسات وكافة العاملين في المؤسسات الإعلامية في محافظة طول كرم أمام مقر التلفزيون في طول كرم، وعبروا عن استنكارهم الشديد واحتجاجهم ضد الاعتداء الآثم والسافر ضد مكاتبنا في المحافظات الجنوبية، واعتبروا أن المعتدين إنما يريدون أن ينسلخوا عن هذا الوطن، ويعبرون برسالة يعني واضحة أنها رسالة انقسام وانقلاب، رسالة ظلامية. استنكروا أيضا بيان داخلية حماس الذي يعني برر هذه الجريمة ولم يأتي إلا
بتبريرات. حالة الغضب كانت واضحة على الصحفيين خاصة في ظل هذا الاستهداف المجرم ضد هيئة الإذاعة والتلفزيون وتحديدا ضد مكاتب قطاع غزة. هناك رسائل عديدة بالفعل كما قلت ليال، سنحاول إجمالها مع الأخ ذيب عمارة عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الذي جاء إلى هنا إلى هذا المكان ليقول يعني رسالة النقابة ورسالة طول كرم ضد هذا الاعتداء الآثم ضد مكاتب الهيئة هيئة الإذاعة والتلفزيون في غزة. ما هي الرسالة فعلا التي حملتموها اليوم من أمام مكتبنا وماذا تريدون أن تقولون ضد هذا الاعتداء؟ أولا اليوم قمنا طبعا بحملة تضامنية بالتعاون مع إقليم فتح والمؤسسات الوطنية والإعلامية في محافظة أمام مجمع تلفزيون فلسطين للتعبير عن غضبنا، ونقول بأنه الاقتحام مقر تلفزيون الفلسطيني في غزة هو اعتداء آثم، وبالتالي يعني نحن نرفضه شكلا ومضمونا ونطالب بالتحقيق على صعيد النقابة كصحفيين فلسطينيين. نقابة الصحفيين الفلسطينيين قامت بعدة فعاليات وخطوات احتجاجية على مستوى الوطن، ومن ضمنها نحن هنا في طول كرم قمنا بعملية تضامنية. هذا جانب. جانب آخر، هناك كمان عمليات استدعاء للصحفيين وإلزامهم بعدم النشر عن الانطلاقة أو عن تدمير التلفزيون الفلسطيني، وللأسف طبعا هذا يحدث. اليوم طبعا هناك اجتماعات للنقاب الصحفيين متتالية ومستمرة مع مؤسسات حقوقية ومؤسسات إنسانية والآخرين من أجل وقف هذا الاعتداء الآثم ووقف مستقبلا على صعيد يعني المشاركون في الوقفة الاحتجاجية ضد الاعتداء الآثم ضد مكاتب هيئة الإذاعة والتلفزيون مكاتبنا في المحافظات الجنوبية حملوا حماس بشكل مباشر أو غير مباشر المسؤولية، أنتم في النقابة كيف يعني تقولون في ذلك؟ وفعلا حماس يعني ما يجب عليها عمله، خاصة أن حماس يعني هي الآن كما قلت تقوم باستدعاء الصحفيين، منعهم من نشر ما يحدث في أو ما حدث لتلفزيون فلسطين أو ممكن ما يحدث خلال الأيام المقبلة من إحياء ذكرى الانطلاق انطلاق الثورة المجيدة. أيا كان يحرم دوليا ومحليا وعلى صعيد الوطن ككل المساس بأي مؤسسة إعلامية وحتى بالصحفيين، هذا شيء مهم جدا. يعني أن يكون هناك مؤسسة إعلامية يجب أن تحيد عن كافة الصراعات الداخلية، سواء كانت بحكومة الأمر الواقع ممثل بحماس أو بأي طرف كان من الاعتداءات الإسرائيلية أو أي شيء آخر. نحن نحاول أن نقف وقد وقفنا كثيرا يعني مع كافة الصحفيين دون استثناء ودون تمييز، وهذا شيء طبعا مهم جدا. والآن يعني أن تعتدي على صوت فلسطين، الصوت الفلسطيني الحر، صوت وتلفزيون فلسطين هو يعني للكل الفلسطيني، مش لل يعني لحماس أو حتى للسلطة، هو لكل جماهير الشعب الفلسطيني، وهذا شيء طبعا نقدسه ونحترمه ونقدره جدا. نعم، شكرا لك ذيب عمارة عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين. بطبيعة الحال بالفعل يعني هذا ما يعني الرسالة التي حملها المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية والتي أكدت على مساندتها وتأييدها التام والكامل لهيئة الإذاعة والتلفزيون، وحملوا حركة حماس المسؤولية في ظل أنها تسيطر أمنيا وتمنع تمكين الحكومة في قطاع غزة، وفي ظل أنها سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة. أشكرك هذا بشكل عام ما يتعلق في الوقفة. ختاما اليوم أيضا تم تكريم عائلات الشهداء والمؤسسات الفاعلة في محافظة طول كرم من قبل أكاديمية المدربين العرب، وذلك تقديرا لجهودهم، وتم تخريج أفواج الدورات المهنية والأكاديمية. إليك ليال. نعم، أشكرك إيهاب الضميري، حدثنا من طول كرم طبعا حول ما يجري لديكم في المحافظة. نتحول إلى بيت لحم وحياة حمدان. حياة يعني الطوائف المسيحية الشرقية اليوم تستعد لاستقبال أعياد الميلاد المجيد، حدثينا عن الترتيبات والاستعدادات، وأيضا وأنت متواجدة من أمام ساحة المهد يعني عن حركة الزائرين والحجيج إلى مدينة المهد. نعم
ليال، اهلا بك، اهلا بكافه المشاهدين، وكل عام وانتم بالف خير. طبعا مدينه بيت لحم لليوم عمالها بتحتفل باجواء عيد الميلاد المجيد للطوائف المسيحيه يلي بتصير وفق التقويم الشرقي. بحب اذكر هون لانه صباح اليوم كان في فرق كشفيه محليه عديده شاركت الناس ببهجه العيد وايضا عزفها للاناشيد الوطني وايضا عديد من الاناشيد والاغاني الوطنيه. كان هناك ايضا وصول لموكب بطاركه الاقباط والسريان. نذكر ان السريان رئيسهم او غبطه بطريركهم كان لاول مره يزور الاراضي الفلسطينيه. موعدنا في تمام 3:30 لعصر اليوم مع دخول موكب الاحباش، وذروه الاحتفالات تكون بعد قليل بوصول موكب بطريرك الروم الارثوذكس للاراضي المقدسه والاردن. اما بالنسبه لقداس منتصف الليل والذي سيشارك فيه دوله رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، سيكون فيه عديد من الشخصيات الرسميه والاعتباريه من بينهم وزير الداخليه الاردني. وايضا بيسعدنا لمناسبه احتفالات اعياد الميلاد المجيده استقبال واستضافه مباشره وزيره السياحه والاثار السيده رولا معايا للحديث اكثر عن اجواء العيد. مرحبا بك معالي الوزيره، كل عام وانت بالف خير، تفضلي. اهلا فيكم، كل عام وانتم بالف خير. كيف شايفه اجواء عيد الميلاد لليوم ببيت لحم طبعا برغم بروده الطقس لليوم؟ يعني بروده الطقس هي شيء طبيعي بالنسبه لاعياد الميلاد، يعني دائما عيد الميلاد هو في فتره الشتاء، ولكن يعني الاجواء بارده ولكنها محموله. يعني طبعا احنا بهذا اليوم احنا بنعيد على كل ابناء شعبنا الفلسطيني، لانه دائما بنقول انه العيد هذا هو عيد لكل فلسطيني موجود في داخل فلسطين او في خارجها. اكيد. حدثينا عن الوضع السياحي معاليكي حاليا، كيف هو في فلسطين؟ يعني احنا هلا دخلنا عام 2019، ولكن عام 2018 كان وضع سياحي مميز جدا، سواء باعداد السواح اللي وصلت الى فلسطين او بنسب الاقامه في فلسطين. في هذه الاثناء يعني في فتره الاحتفالات بعيد الميلاد الشرقي، معظم الجنسيات المتواجده هي من الدول الشرقيه مثل التي تسير على التقويم الشرقي مثل روسيا، اوكرانيا وهذه الدول. طبعا حسب المؤشرات انه هذا العام سيكون هناك نشاط سياحي ملحوظ مره اخرى، ويعني على الاغلب سيفوق العام 2018. نحن نتمنى انه كل الامور تسير بالصوره المطلوبه، وطبعا احنا في هذه الاثناء فترات الاحتفال في عيد الميلاد هي كل انظار العالم بتكون متوجهه لفلسطين، كل انظار العالم متوجهه لمدينه بيت لحم، وبالتالي احنا دائما بنحب انه صوره فلسطين من بيت لحم توصل لكل العالم، الصوره الحقيقيه عن فلسطين وعن الشعب الفلسطيني. شكرا لك معاليك، وكل عام وانت بالف خير. وانت بالف خير، اهلا. اذا مشاهدينا الكرام، هاي هي تقريبا صوره الاوضاع هون في مدينه بيت لحم. ما زالت الوفود تتواجد هنا، نعم، في المدينه للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وايضا باستقبال غبطه بطريرك الروم الارثوذكس. هاي هي الصوره، وعوده لك الى يارا. نعم، اشكرك حياه حمدان. اعياد ميلاد مجيده نتمناها دائما لكم، ونتمنى دائما ان تكون اصوات المحبه والسلام تفوق أصوات الاحتلال وآلياته العسكرية في محافظات الوطن. إذن مشاهدينا الكرام، هذه المحطة نكون قد وصلنا إلى نهاية برنامج مراسلون في الميدان. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء.